قال وزير الطاقة محمد عرقاب أن مشروع قانون المحروقات الذي صادق عليه مجلس الوزراء مهم بالنسبة للجزائر كونه يحافظ على السيادة الوطنية والمكتسبات. وأضاف الوزير خلال زيارته لولاية سيدي بلعباس أن نسبة النمو والطلب على المحروقات في تزايد مستمر وفاق 7%. قانون اللي نعاود نذكركم بكل سياده وبكل موضوعيه وضعوه خبراء جزائريين من وزاره الطاقه من الوكالتين ومن سوناتراك، فكل هذا خرجنا هذا المشروع اللي يحافظ على السياده الوطنيه في كل جوانبه، يحافظ اؤكد لكم وانا جزائري غيور على بلادي وغيور على كل المكتسبات وكل الثروات اللي موجوده في البلاد، فكل هذا القانون يحافظ على السياده الوطنيه ويحافظ على المكتسبات تاعنا ويحافظ على الثروات تاعنا، وهو نتيجه قاموا بها خبراء جزائريين عايشوا 30 سنه من الشراكه وعندهم خبره عالميه في هذا الميدان.